افهمي بقى موضوع ال 800 دولار بتاع مكالمات التليفون اللي كانت بره دي. كنا في لبنان طبعا. احكي له بس دي من كام سنه بقى؟ لا دي حوالي من 2004 سافرنا كان رقم رهيب افتتاح دوري ابطال عرب. ايوه سافرنا بقى فاحنا كنا واخدين يعني مبلغ كده كل واحد اول بطوله دولار يعني وبتاع. فايه شامي اكتر واحد حريص قال لك دولت هيروحوا في حته معينه. نادر كان اكتر واحد كريم قوي قعد يروش. لا يعني شامي حريص نقول انه حريص في الفلوس. لا هو قال في مبلغ معين راح لجهه معينه. لا مش بقول بخيل ما تقلقش. لا حريص حريص جدا. لا انا مش حريص خالص. لا مثلا نرجع بعد الحفله. بص بقى كلام الناس العاقلين. بص نرجع بعد الحفله مثلا كلنا مثلا نطلب اكل بقى يعني هتحاسب عليه مش مشكله يعني. ما تقولش يقول لك استنى الفطار 6 الصبح. مثلا استنى الفطار 6 الصبح قال لك خلاص فاضي. ده انا برضو يقول لك خلاص احكي له احكي له الاردن احكي له الاردن. معلش يا امير بقى هنخش في بلد ثانيه. كان عندنا حفله في الاردن. ايوه انا عايزكم بس نكمل بس الموضوع. لا معلش ثانيه ده موضوع وده موضوع ثانيه. طيب بس فدخل لازم احكي الموضوع ده عشان تفهم. لا هسيبك. فجه هو في حته ايه بقى نادر بعد ما خلصنا الشغل وبتاع جاب اكل ومكرونات ومش عارف ايه. ما دي الاردن. لا ده كان لبنان برضو. بعد كده ايه شامي احنا كنا هنخرج قال لك انا مش هخرج وبتاع انا خليني قاعد في الاوضه مش عايز انزل مش عايز اصرف مش عايز اي حاجه بكره الطياره الصبح وتمام طيب على كده معانا الفلوس وتمام. فاحنا بقى بنحاسب بقى مش عارف كان عليا 200 دولار وفاهم 300 دولار وده 600 ففهمي فشامي 800 دولار. فالست هو طبعا صعق فقلت له على فكره عندك مكالمات ثانيتين ثانيه ثلاث ثواني بيكلم حد يقول له مش عارف ايه التليفون غير متاح حاليا فدي خلاص صوت بشري خلاص ده بني ادم خلاص بقت مكالمه ما تعيدهاش بقى. فالست بتقول انا بس انت عندك مشكله جامده جدا ثانيتين ثانيه ثلاث ثواني ثانيه ثانيتين وصفحه بس تتحس بالنسبه له كان بينهار هو. انا كده ودفعهم ما استفادش بيهم. دفعهم وكشفهم.